بالنسبه للتلميذ اللي كنطمحوا له هو واحد التلميذ كما جاء في الموضوع ديال دابا، واحد التلميذ اللي كيكون حامل لواحد المشروع، مشروع مهني، مشروع شخصي. هذا المشروع كما سمعتوا الان في ندوه، مشروع هو اللي كيعطي معنى للتعلمات ديال التلميذ، هو اللي كيجاوبنا علاش هذا التلميذ كيقرا. والتلميذ مجموعه ديال الدراسات التربويه بينات بان التلاميذ اللي كيكونوا حاملين للمشاريع الشخصيه كيكونوا اكثر حافزيه، اكثر دافعيه في الدراسه ديالهم، وهذا الانعكاس كيكون ايجابي حتى على النتائج الدراسيه ديالهم. اذا فالدراسه ديالهم كتكون ممتعه وكتكون نتائج جيده، وكيحققوا داك المشروع الشخصي. اثناء بناء هذا المشروع الشخصي هذا اللي كيدوم النهايه ديال الدراسه في الابتدائي والاعدادي والثانوي التالي، يعني هذه السنوات كلها اثناء بناء هذا المشروع التلميذ كيتم اكسابه مجموعه ديال المهارات، كيفاش كيبحث على المعلومه، كيفاش كيصنف هذه المعلومه، كيفاش كيختار الامور اللي مناسبه، عنده ميولات وعنده مؤهلات، شكون الامور اللي كتناسبه وكتناسب هذاك ملي التلميذ كيتاخذ واحد القرار معين وكينجح فيه كيعطيه الثقه في النفس، دونك مهارة أخرى. إذن وهذا كيشجعه باش يزيد يتحمل مسؤولية أخرى. إذن هذا وكيكون كذلك مستقل حتى في اتخاذ القرار. وهذه المهارات اللي كانت كلمة دوما، المهارات الآن اللي كانت على المهارات الحياتية، وهذا هو موضوع الآن الساعة في المستجدات التربوية في الإصلاح الجديد، هما هذه المهارات الحياتية. وهذه المهارات الحياتية كلها اللي كانت كما تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، الثقة في النفس، التنمية ديال الاستقلالية، هذو هما المهارات اللي غيعطيونا واحد مواطن صالح، وغادي يتم إعداد هذا التلميذ إعداد للحياة، يعني ماشي فقط لوظيفتين ما، ولكن إعداد للحياة، وغادي يكون ناجح في الحياة كمواطن صالح، غادي يكون ناجح في الأسرة ديالو، ناجح في التربية ديال الأبناء ديال المستقبل. وبالنسبة للجمعية ديال التلاميذ فدورها اساسي، لما لا، لان المنظور الجديد ديال التوجيه ما بقاش داك التوجيه اللي كنقولوا التوجيه هو الشان، الاطار في التوجيه الموجه اللي كيعطي ربما كان شحال كان عنده دور ديال الاعلام، كيجيب التلاميذ ربما معلومات على المؤسسات كيفاش غيدوز الكونكور فقط. الان رجعت المسؤوليه شان الجميع، جميع العاملين اولا المتدخلين في شان التربيه، المؤسسه، اداره المؤسسه مسؤوله على التوجيه، خص ضروري في برنامج عمل الانشطه ديال المؤسسه خص دمج التوجيه، انشطه ديال التوجيه ربما تقدر تكون اسابيع، في اسابيع ثقافيه يدمجوا التوجيه تكون انشطه. الاساتذه كذلك، الاستاذ كيكون لاصق ديال التلميذ، يعني كل نهار كيشوف التلميذ اللي عنده، شوف عندهم ميولات، عندهم مواهب، يحاول ما امكن يشجعهم على ذوك المواهب، وربما من خلال ديك الموهبه نقدر نقول ربما التلميذ انا عندي كيرسم مزيان، نقدر نقول له بالنسبه ليك انت راك الا مشيتي في هذا المجال وجدتي اجتهدتي تكون مثلا مهندس معماري او غير ذلك، وكنشجعوا وكان ذاك التلميذ غادي يكون اكثر حافزيه واكثر في المواكبه. الى هضر مثلا على 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 الاطار في التوجيه، هذاك مجال ديال التخصص ديالو هو اللي غادي يدير معاه مقابلات فرديه، هو يدوز له روائز ديال الميولات المهنيه، هو اللي يدير تتبع ديال بناء المشروع الشخصي، اي حاجه امور اللي عندها تخصص في التوجيه. الاسره اما يعني الاباء والامهات او الجمعيات ديال 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 ديال, 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 ديال عندهم كذلك هما دور، الاسره عندها الدور ديال المصاحبه، ديال المواكبه، ديال الدعم، ولكن ما يكونش ذاك الاختيار او هذا بالاشكال ذاك الاختيار المفروض، ماشي انا مثلا يعني الابن نفرض عليه واحد التخصص، ربما يمكن انا كنت كنتمناه من الاحلام ديال الطبيب باش ندير طبيب، وما كانش ربما غادي نحققها اترافير الولد ديالي، او ربما عندي واحد الابن ربما نجح في واحد المسار حتى الاخ ديالو كنقول له لا انت غدير ولا دير بحال ولد عمك او غدير. فهنا نحاولوا ما امكن نتفاداو الدور ديال الاسره، المواكبه، الدعم، المصاحبه، صح،
مرحبا نمشي مع ولدي يعني لاي مدينه باش يبحث المعلومه، ولكن هو اللي يتخذ القرار، هو اللي يتحمل المسؤول، لانه هو اللي غادي يكون فهاديك في الدور ديال الاسره. وهذا من بين الاشكالات الكبيره ديال التوجيه، هو فرض او لواحد يعني نفرضوا على وليداتنا التوجيه لواحد المسار. فالولد ربما الى الى يعني الولد الى ما نجحش في هذاك المسار فالاسره غتكون في موقع ضعف، لانها تقدر يقول مودي انا بالنسبه ليا انا خليتوني ندير الشيء اللي بغيت، ربما نكون ربما ناجح في المسار، ولكن دابا نتوما اذا هل النتيجه اللي فرضتوا عليا اذا هل النتيجه، وتما كتكون الاسره او الاباء لهم كيكونوا في موقع ضعف لانهم اللي فرضوا، ولكن كانت النتائج كارثيه، اذا هما اللي غادي يجنيوها قبل ما كيجنيها الابديه. شكرا تبارك الله. طبعا بالنسبه لهذه الندوه في حق حاول تسلط الضوء على هذه المساله المتعلقه بالادوار ديال الاباء، يعني في مواكبه الابناء وفي مساعدتهم على بناء المشاريع الشخصيه ديالهم. وبالطبع استندنا في هذا الحديث الى مجموعه من الوثائق، من الدستور المغربي، من الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، من القانون الاطار، القانون الاطار لاصلاح منظومه التربيه والتكوين، بالاضافه للمرسوم اللي كينظم الادوار والمهام ديال جمعيات الامهات واباء ولي التلاميذ في المؤسسات ديال التربيه والتكوين. اذا بناء على هذا التحليل ديال هذه الوثائق وقفنا بان الاباء عندهم واحد الدور مهم في هذه المرحله، وخصهم يقوموا به في اطار المواكبه، في اطار يعني مساعده الابناء ديالهم على بناء المشاريع ديالهم، في مساعدتهم على يعني تفهم المطالب والتفاعل الايجابي مع الحاجيات ديالهم والانتظارات ديالهم. وكنعتقد ان بناء على هذا التمرين اليوم نحن مطالبون باش ناطروا الاباء في هذا الاطار وناهلهم باش يقوموا بهذه الادوار. وفي اعتقادي ان الجمعيات اليوم خصها تفتح هذا الورش ديال التكوين وديال التحسيس وديال تاهيل الاباء باش يكونوا في مستوى ديال الادوار اللي كتنتظر منهم منظومه ديال التربيه والتكوين، لانهم اصبحوا شركاء واصبحوا يعني مساهمين في العمل التربوي وفي مشاريع المؤسسات وفي برامج العمل، ويعني وداعمين لمجهودات انفتاح المؤسسه على محيطها باش يخلقوا هذا التصالح ما بين المدرسه وما بين الاسر، الاباء، الامهات. وانا كنعتقد المؤسسات التعليميه محتاجه اليوم للاباء، خصهم يدعموا هذا المجهود ديال الاصلاح، وخصهم يواكبوا مختلف الانشطه اللي كتدار في اطار الحياه المدرسيه، ويواكبوا مختلف الاوراش اللي مفتوحه في اطار الاصلاح. نتمنى ان شاء الله باش يتوفقوا الاباء في هذه المهمه اللي كتنتظرهم. بالطبع انا لا احتاج باش نكرر بان كاين هناك الان واحد المرسوم اللي كيحدد اللي خرج في الصيف من هذا الموسم، اللي كيحدد الادوار ديال الاباء وكيحدد المساهمات ديالهم والتدخلات ديالهم، وكيعطيهم واحد الادوار متقدمه جدا في توفير حاجات الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، في المساهمه في برامج العمل التربويه، في مشاريع المؤسسات، في الحياه المدرسيه، في انفتاح المؤسسات على المحيط التربوي. بالطبع وبالتالي اليوم انا في اعتقادي ان الجمعيات خصها تنخرط في هذا المجهود الجماعي، وخصها تدعم المؤسسات التعليميه، وخصها تتواصل، وايضا المؤسسات التعليميه خصها توفر الظروف وتوفر يعني المستلزمات للاباء باش يشاركوا في هذا الورش. بالطبع هذا الورش خصها تقودوا جمعيات الاباء، وانا في اعتقادي اليوم هذه الجمعيه اعطتنا واحد مثال حي على طبيعه العمل اللي كنتظر لجمعيات الاباء وجمعيات الامهات والاباء واولياء التلاميذ. هشام الرزقي، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وتلميذات مؤسسات الممونية التعليم الخصوصي. بالنسبة لهذه المبادرة هذه، فهي الندوة كتدخل في إطار الأنشطة ديال جمعية الآباء الموسم الدراسي 2021-2022، وهي مساهمة في تحسيس الآباء بالدور الجديد اللي خصها تلعبوا الأسرة والآباء في تنمية الذاتية للأبناء ديالنا. وبالتالي فهناك كاين تحول من مسار النقطة إلى مسار بناء الشخصية، وخص الآباء يوعاو بهذه المسألة هذه، أنه ما نبقاوش نمشيو نركزوا على النقطة أكثر من نركزوا على بناء الشخص ديال التلميذ لمواجهة المستقبل ديالو، وما نضغطوش عليه بأنه نوجهوه هو فين بغينا حنا، ولكن هو يوجه نفسه وحنا كنبقاو كإطار هذاك الإطار اللي كنواكبوه في بناء الشخصية ديالو.
دونك هذا هو هذه الندوه جات في هذا السياق هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.